فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدد الحديث عن المواد المخدرة وخطورتها ومدى انتشارها في الأردن. مواطنون تداولوا الفيديو الذي يظهر شابين يعانيان من أعراض شديدة وغريبة، معبرين عن مخاوفهم من انتشار أنواع جديدة أكثر خطورة من المواد المخدرة بين الأردنيين. للحديث حول ذلك انضم إلينا عبر الهاتف طبيب الأمراض النفسية والإدمان الدكتور جمال عناني. مساء الخير دكتور جمال، يعني من خلال متابعتك، ما هي هذه المواد المخدرة التي يمكن أن يكون قد تعاطاها هذان الشابان اللذان ظهرا في الفيديو؟ مساء الخير. حسب اعتقادي أكاد أجزم أنه المواد اللي ماخذينها الشباب كانت من نوع من أنواع الحشيش الصناعي اللي احنا بنسميها سينتيتك كانابينويد. يعني هي ليست مواد جديدة في الأردن دكتور؟ لا لا لا، هي مواد موجودة تهرب على شكل بودرة. أخشى إنهم هم تناولوا هاي المادة اللي هي البودرة كما هي دون أن تكون حشيش صناعي. يعني دكتور جرعة زائدة ممكن أن نسميها؟ نعم، ممكن جرعة زائدة. احنا بنحكي عن الحشيش الصناعي هذا، نعم، هو عبارة عن أعشاب مجففة مضاف إلها نوع من أنواع المؤثرات العقلية القوية جدا التي صنعت منذ 1988 وانتشرت بال 2004 في الولايات المتحدة وانتشرت لباقي الدول. دكتور احنا بنحكي عن المخدر المعروف باسم الجوكر؟ الجوكر، نعم، نعم. له عدة أسماء، جوكر، سبايس، K2، K3، يختلف أسامي الشوارع فيها. بس أنا بدي أركز للشباب يعرفوا شغلة، إنه هاي كانت من تصنيع واحد من المختبرات بده يعمل شبيه لمادة الحشيش الطبيعي اللي المركب الرئيسي فيه اللي هو TSC تتراهيدروكانابينول، فطلعوا في إشي اسمه HU210 في 1988. ذهبت إلى مختبرات الولايات المتحدة وبال 2004 صاروا ينتجوا هاي المواد. هاي المواد حضرت، فبالتالي صاروا يعملوا مواد أخرى مختلفة في المصانع الكيماوية، وبلشوا في جون دبليو هوفمان 018، دبليو هوفمان 250. يعني في مرحلة من المراحل اكتشفنا إنه في 1200 مركب عشان يتحايلوا على الجهات الحكومية أو فارضة القانون. نعم. هذه المادة للأسف الشديد وزعت بين شبابنا عشان إنه هاي تشابه مفعولها مفعول الحشيش الطبيعي، ولكن لا تظهر بالفحص إذا قمنا بفحصك. نعم. هلأ نعم. هذا الحكي معروف إنه إحنا حيازة الحشيش بهدف التعاطي تجرم عليه كشاب، وبالتالي تحول إلى محكمة أمن الدولة. صحيح. فروجوا لها التجار والمروجين أنها لا تظهر بالفحص. الطريقة إنه هاي لا تظهر بالفحص. جميل. طيب يعني دكتور، بما أنها هاي المواد المخدرة اللي يعني شفنا تأثيرها على الشباب بالفيديو الذي انتشر مؤخرا، يعني هي مواد موجودة وتم رصدها يعني قبل هذا الوقت في المملكة، يعني هل كانت المشكلة في طريقة تعاطي هؤلاء الشباب لهذه المادة المخدرة؟ طب نعم. ما مدى انتشار هذه المواد في المملكة برأيك؟ أحكي لك شغلة، إدارة مكافحة المخدرات مش موجودة أمامي الآن، ولكن هي من أحسن الإدارات وأشطر الإدارات بالعالم. صحيح. لمكافحة هاي المواد. صحيح. ولكن الإجرام أو المجرمين موجودين وين ما يكون وبأي طريقة بوصلوها بطرق شيطانية. نعم. للأسف الشديد هم هذول كأنهم متناولين البودرة تبعتها. البودرة تبعتها سريعة الذوبان في النسيج الدهني، يعني خلال ثواني بتكون صاعدة للدماغ، هناك بتزيد مادة اسمها مادة الدوبامين. هاي المادة إذا زادت في الدماغ بصير عندنا هلاوس وأوهام. هاي الهلاوس والأوهام تفقدنا الاتصال بالواقع، وبالتالي قد نؤذي نفسنا وقد نؤذي الآخرين. يعني والأخطر من هيك إنه هاي ممكن كمان تروح إلى مراكز التنفس بالدماغ وتعملها شلل وتعملنا وفاة بسبب. نعم. تعاطي جرعة زائدة لمواد قد تكون مواد مضافة لهذه المواد أشد إدماناً عشان يصيروا مدمنين على هذه المادة. نعم، يعني هاي التأثيرات الآنية بعد تعاطي هذه المواد، ماذا عن التأثيرات؟ التأثيرات طيب طويلة الأمد، هل تترك أثار على الخلايا العصبية في الدماغ؟ أنا بدي أحكي لك أخ مهند. نعم. إحنا بنحكي هون على جنون مؤقت، ولكن إذا أنت عندك استعداد للجنون الكامل
قد يعني زي كأنك أشعلت عود كبريت في بنزين ولع وصار عندك الجنون الدائم. الجنون الدائم لا سمح الله في أوهام وفي هلاوس وبده علاج بنسميه إحنا مزمن، أو الجنون المطبق هذا بده علاج مزمن. هاي خطورة موضوع تعاطي هذه المواد المحظورة وبشكل مركز. نعم يا أخوان، إحنا بحكي عن شبابنا، شبابنا معروفين أنه الأكثر ذكاء في المنطقة، إلا بهذه الموضوع ليش تعملوها؟ ليش؟ شو السبب؟ إحنا أنا شفت الفيديو، أقسم بعزة الله أنه إلى الآن أنا متأثر بهذا الموضوع. هذول الجماعة كانوا تحت تأثير هلاوس وأوهام وكانوا نعم. غير مدركين لكل أعمالهم، وبالتالي قد يؤذوا نفسهم. جميل. أو يؤذوا الآخرين. جميل دكتور بشكل سريع جدا إذا تكرمت لضيق الوقت، يعني هل نعم. تترك جميع أنواع المخدرات يعني أعراض دائمة وأضرار دائمة عند متعاطيها؟ نعم، قد تؤدي إلى أضرار دائمة للأسف الشديد، عشان هيك نعم. إحنا لازم نتجنبها. نعم، طبيب الأمراض النفسية والإدمان الدكتور جمال عناني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك دكتور.